السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. اكيد ان شاء الله في احلى اكله، ولكن ايه الاكله؟ تعالوا اما نشوف الحكايه ماشيه ازاي. النهارده عندنا اكله يعني مش عارف اقولها ازاي. عدس، اكله عدس بكل حاجه ليها علاقه بالعدس. يعني عندي فتت عدس، عندي شوربه عدس، عندي عدس بالشعريه. شوربة عدس النهارده تعمل بالطماطم المجففه، في سكر مختلف هنشوفها، عندي بتنجان مخلل. اللي احنا بنقوله ده كله طبيعي وعادي جدا ممكن اي حد يعمله. ايه المختلف؟ المختلف ان انا هعمل الكلام ده كله ان شاء الله بمرقه المواسير البقري. يمكن ناس كتير استغربت موضوع المواسير البقري دي، جبناها من فتره مع حضراتكم، اشتغلنا بيها على الهواء، عملنا حلتين زي الكوارع كده، وبعدين استغنينا منها جزء وسبنا الباقي، قلنا هنقصته في اكياس بلاستيك ونسيبه في الفريزر، وقت ما نحب نشتغل هنطلع الكيس يفك لوحده، وبعد كده نحطه عندنا في الحله ويبدا يعيش حياته. يبقى عندي بالمنظر ده، بص المرقه عندي، بس بحب اوضح اي حاجه قبل اي حاجه. شايف المرقه عامله ازاي؟ مرقه ما فيهاش ولا كلمه. انا سايب الكلام ده كله متصفي ومتظبط وتم التمام، هشتغل بيه ان شاء الله النهارده معاكم بالتفاصيل واحده واحده، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده على اكله شعبيه مصريه اصيله ليها تاريخ في كل ذهن واحد من حضراتكم. يعني محدش هينسى العدس. العدس من اهم الوجبات المهمه جدا. داخلين على موسم الشتاء خلاص، كل صحتكم طيبين، فاكيد العدس ده مهم جدا في كل بيت وبتعمل بطرق كتير جدا. كل الناس بتعرف تعمل عدس، بس انا النهارده جاي اتكلم على طبق احنا كلنا مشتركين فيه. انا هعمل فته من كيس العدس ده، هطلع منه كذا حاجه. العدس ده مغسول غسله نظيفه، منقوع شويه ومتصفي. هطلع منه ان شاء الله طبق فته، وهطلع منه طبق شوربه، وهطلع منه اللي هو بيت شعريه الناس كلها بتحبه. واللي هنعمله شوربه النهارده هنديه تيست مختلف بالطماطم المجففه مع تيست التوم، هنشوف عامل ازاي. والطشه هتكون موجوده برده في النهايه ان شاء الله على كل الكلام ده كله. واحده واحده مع حضراتكم نخش على حكايه كيس عدس. هنطلع منه النهارده حلقه كامله او اطباق كامله لكل طبق فيه، وبيكون على مزاج. معاه كمان بتنجان مخلل، ده حكايته يعني ما ينفعش ننساه. بتنجان مخلل او الليفت بتاع البيت هو ده اللي مع العدس، مفيش كلام تاني. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نشتغل مع حضراتكم بتفاصيل مهمه جدا وبسيطه، ولكن تعالى نتكلم واحده واحده. طيب ايه حكايه مرقه العدس اللي انت جايبها النهارده يا شيف؟ والله مرقه العدس اللي بتكلم عنها النهارده دي هي مواسير بقري. ما معنى كلمة مواسير بقري؟ ان هي كوارع. لو حضراتكم متذكرين من فترة اشتغلنا بيها، وكان عندي حلتين، يعني كنت عامل حلة قبل الهوا وحلة عملتها مع حضراتكم على الهوا. فخدنا اللي اشتغلنا بيه والباقي انا بس بفكر حضراتكم، جبنا اكياس بلاستيك وحطينا في الفريزر وسبناها تعيش حياتها. باجي كل اسبوع كده ولا حاجة هطلع كيس، يبقى طالع اخليه يفك. هقول لحضراتكم كان بايدي كيس لسه ناشف دلوقتي او لسه ما فكش، هقول لكم قصدي ايه واحدة واحدة. طيب نبدأ بايه؟ تعالى نخش على حلة كبيرة ونظبط امورنا ونشتغل واحدة واحدة. خلي الشوربه في الاخر، لان يعني كده بعد ما نخلص ونضرب ونبدا نخفف براحتنا ونزود. ايه المقادير بتاعه شوربه العدس او خلطه العدس؟ اول حاجه عندي كيس العدس، حضراتكم شايفين عندي راس توم كبيره، فلفل حار حسب الرغبه، بصلتين كبار، طماطميتين كبار، وعندي 3 4 جزرات كبار. حلو الكلام. مع باختلاف بقى البهارات او ايا كان التفاصيل، واحده واحده. نبدا بايه؟ بسم الله. انزل عندي اول حاجه في البصل. طب شايف البصله مقطعه كبير؟ اقول لك معلش نقطعها، اقطعها كبير بس ممكن نقطعها صغير، او كده كده هنضربها في الكبه او في الخلاط في الاخر، سهله ان شاء الله. ولكن انا سايبها اي تقطيع، ما عنديش مشاكل خالص، عشان فكره ان هي هتبقى كروكي في الاخر كله هيضرب في الكبه. طيب نعمل بقى الكلام ده كله ازاي، او ايه التست اللي ممكن يعلم معايا العدس وانا باسسه؟ اقول لك اول كلام نديها معلقه سمنه او زبده. بسم الله. معلقه سمنه الحكايه في الاول كده عشان ايه نفهم الموضوع رايح على فين. حلو الكلام. وانا احب اشوح البصل في السمنه مع الثوم. الثوم مش شرط يحط كل راس الثوم دي كلها، ممكن يحط الحبه دول بس، مش شرط يكون كل ده. حلو. فلما نشوح البصل مع الثوم هنشم ريحه غير طبيعيه. ومن هنا احنا بنأسس الطبخه بتاعتنا. وليت نازل معاكم شايفين، ما سبتش عندي السمنه تتقلح او تتحرق عشان انزل عليها بالخضار، لا انا عايز امشيها واحده واحده. من الناحيه الثانيه هبدا اجهز عندي حله ثانيه احمر فيها
حبه شعريه بالزبده عادي جدا، يبقوا على جنب دول خالص ونشوفهم كمان شويه. يبقى عندي الزبده تسيح شويه، معلقتين زبده، وابدا اشتغل واحده واحده بتفاصيل. هنا انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اشم ريحه حلوه. اعمل ايه بقى؟ بشم ريحه حلوه دي على ما اعتقد ان التشويح او لما اقلب واحده واحده هنا الروائح بتعب يعني ايه بتشتغل مع بعضيها شويه. بص البصل لما تبدا بقى تشوح، شم ريحه بصل وثوم، هنا في تاسيس. نفس الطريقه انا بفكر فيها، انا شرح حكم عملتها قبل كده، البصاره تبقى نفس السكه في البدايات، بنعمل نفس العمليه دي ولكن بنشيل العدس الاصفر ونحط الفول المتشوش، بنشيل الطماطم وبنحط خضره، لو ركزتوا هتلاقي قريبين بعض جدا. الجزر بنشيله وممكن نضيف عليه نضيف بطرحه وطبعا بصل كتير وتوم كمان وبصل اخضر وكرات كمان في البصاره. فالموضوع هي دي علاقه بالتست او التاسيس الطعم واحنا شغالين. فبشوح حاجتي واحده واحده كده، وممكن كمان بص من هنا عشان اعلي التست معايا اروح جايب حبايه حبهان وكسرها. شوف تنزل معايا كده كمان واحده. شوف شايف البذور دي؟ بص ده كله هيضرب في الخلاط وهيتصفى لو عايز. بص المنظر، بص صوص الحبهان الفريش عامله زي القهوه، شايف؟ ده كله بيعلي التست جدا جدا معايا. ممكن كمان ورقتين غار. كل ده كله انا بظبط ريحه حلوه من دلوقتي. شايف التوم بدأ يتشوح مع السمنه ازاي؟ تشويح لطيف. اقلب حاجتي واحده واحده. من هنا العدس مهم جدا ان احنا نغسله وننقعه شويه. ليه بنغسله وننقعه؟ اكيد نغسله عشان النظافه، والنقع برضه مهم جدا ان يخلي معايا العدسايه طريه شويه، ما تبقاش ناشفه معايا وانا بشربها او وانا بسلق. انزل بالجزر هو كمان يبدا يتشوح، والجزر يكون شويه كتير عشان يساعدني على لون العدس الحلو اللي انا عايزه في النهايه وكمان القوام المطلوب. في ناس لمعلومه حضراتكم بتحب تعمل ايه؟ بص انزل بالشعريه على الزبده. بص في ناس تحب تحط مع البطاطسايه دي، مع الجزريه دي بطاطسايه في العدس. ايوه طبعا. ليه بقى؟ بتربط شويه العدس لو حبينا يتربط ان هو يبقى تقيل شويه. على ما اعتقد هو مش محتاج يتربط لان هو بيبقى قوامه تقيل، لان العدس يعني لما بيغلى بيبقى بيغلي شويه بيتقل. ولما بحب افك انا بنزل عليه بمرقه فبيفك شويه لو حبيت. ايدي في الشعريه لحد ما تحمر شويه، نص تحميره، بعد كده نشوف حكايتها في الاخر خالص. هنا الخضار بدا يبقى يحلى، وزي ما حضراتكم شايفين بص الملامح لحد فين. هنا بقى التاسيس. طب ينفع يا شيف انزل كله مع بعضه واخليه يتسلق؟ ينفع. طب وبعدين؟ النتيجه هتبقى عاديه جدا، مش هتبقى عملت عدس يعني في حاجه زياده على اللزوم. هنا قرن فلفل، ممكن ناخد واحد بس يبقى في النص كده لو حبينا، ما حبيناش برده مش شرط. طيب انزل بقى بايه دلوقتي يا شيف؟ انزل عندي بالعدس بقى وخلاص، وقفل حاجتي في التاسيس بقى كده. انا عملت حاجه حلوه مهمه بتكلم عليها، يمكن معلش طولت شويه في الرغي عليها، اني لازم الحاجه تتشوح الاول. بشوف ناس او بعض الناس تحط ميه بتغلي وينزل فيها كل حاجه ويسيب كله مع بعضه ويعيش حياته، هيبقى لطيف ولكن مش احلى حاجه. احلى حاجه ده هيبقى عباره عن ايش؟ لما اخدم الحاجه كويس، اخدمها بتحميره، بتشويحه، اديها سن بهار لطيفه معقوله في التشويح، فطعم السمنه يفرق معايا. انزل بالتدريج بالثوم والبصل والجزر، اخد تسويات كده لطيفه واشوح، وبعد كده ابدا انزل عندي بالعدس فاخد كل الطعم والريحه ده كله مع العدس، وابدا في الاخر اشرب بمرقه المواسير. واحده واحده، وبنبهر في الاواخر كمان عشان ما تغمقش مني. طب في حاجه ثانيه عايز اتكلم عنها. في ناس كتير جدا بتحب تحط الكركم والكاري. لازم نقول، وده اختياري مش اجباري، موضوع الكركم والكاري ايه الكلام اللي زي بعضه؟ موضوع الكركم والكاري ده مش اجباري، هو فعلا والله مش اجباري، ولكن الناس بتحطه ليه يا شيف؟ والله احيانا الناس تقول لك انا بحب احط كركم وكاري يعلوا التست معايا. طب لازم نقول. في ناس تقول لك لا والله انا مش موضوع احط اعلي التست عشان يظبط اللون. طب ما اللون لو انا العدس عندي او الجزر عندي مش كويس او لونه فاتح شويه، ممكن اجيب عندي تاتش بودره زعفران، شايف يا فندم؟ بودره زعفران مش زعفران. زعفران غالي وفريش حاجه تانية، اما ده بودر زعفران بتجاب ازازه من عند العطار، تقعد معايا سنه في المطبخ لان هي استخداماتها قليله جدا، وبيبقى عباره عن بودر زعفران بيدي لون حلو مع الاكلات بتاعتنا. لو بعملها مثلا مع كبسات او انواع كتير جدا من العدس لو حبيت طبعا اظبط اللون بتاعي ودي تست كويس. طيب هنا انا تمام خدت اللون اللي انا عايزه، وما اسيبش بقى العدسيه تاخد تحميره او شيء، ما يعني ما اعملش ده، سيبها شويه خالص. بص هنا الشعريه، خدت بالك؟ أنا كده الشعرية تمام التمام، برفعها على جنب
بعد ما خلص خالص هتاخد الشعرية حطها في قلب المرقة. هنا نرجع تاني للعدس، خد الريحة اللي أنا عايزها. أبدأ بقى دلوقتي أعمل إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجيب عندي المرقة بتاعتي، ومن هنا نبدأ نتوكل على الله. بسم الله الله، ردت الكلام ده كله بالمرقة الحلوة دي. شكرا. شوف حلة المرقة قد إيه يا شيف، مش كتير أقول لك، مفيش حاجة تكتر على حضراتكم، سيب كل حاجة تبقى قدام عيني كده واضحة. بص بقى، هنا اللي شوحناه كل حاجة باينة، أهم حاجة ما نخليش حاجة تتحرق مننا. يعني إيه حاجة تتحرق مننا؟ إن الحاجة تاخد لون مش لونها. يعني ما لقيش البصلية دي محمرة وسودة، الجزرية اتلسعت، مش عارف إيه، ده كله هيطلع عندي في الآخر بخلاف اللي هيبان على وش الشوربة بتاعتي، بس في النهاية وأنا بضرب في الكبة أو هيبان جدا إن في حاجة مش لطيفة. فالأفضل إن أظبط تسوياتي والأمور تبقى واحدة واحدة. واحد تاني يقول لي طب ما تيجي نبهر من دلوقتي، أقول لك لأ، أنا مش عايز أحط كزبرة وكمون وبهارات دلوقتي خالص، عايز أسلق وأطبخ كويس جدا الكلام ده كله. المرقة المواسير مظبطة أمورها، مش محتاج منها أي شيء، حابب أضيف حاجة ماشي، مش حابب أنا تمام وزي الفل، ما عنديش أي مشكلة خالص. هي الفكرة بس كلها إن أنا أقسم حاجتي في التسويات، أنزل الأول بالبصل، أنزل بعد منه بالثوم، أنزل بعد منه بالجزر، وبعد كده أبدأ أنزل عندي بالعدس أشوحهم شوية، وبعد كده أول بحس إنه خلاص خد التشويحة وجاهزين للطشة، المية لما تنزل أو المرقة هي سخنة تعمل الطشة الحلوة دي، فعلى ما أعتقد كده الأمور واضحة وبسيطة. طيب نخش على اللي بعده، واللي بعده سهل جدا، تأسيس بقى إلى لو أنا عايز أمشي فكرة العيش المقرمش، خلينا نتكلم عنه برضو كده. أو لو عايز أقطع العيش وأشتغل بيه برضو، ده موجود وده موجود، لكن أنا عاجبني الشقق دي، شايفها اسمها عيش شقق، بيسموه كده. بص المنظر، عيش بلدي، ده ما بيتباعش في فرن، ده بيتباع فين بقى؟ كل منطقة في أكيد في سوق خضار، وسوق الخضار ده موجود فيه حبايبنا واهالينا بيبيعوا خضار. حلو، في ست كده ربنا يديها الصحه، دايما بتبقى ست فلاحه من الامهات الجمال، الواحد بيتبسط بيهم لما يشوفهم، ده الخير بتاع بلدنا. فتلاقي الست الجميله دي امنا قاعده في وسط السوق، قدامها قفص كبير او قدامها اي كان بيبيعوا، بس من اللي بيبيعوا اربع خمس حاجات ما بيبيعش غيرهم. اولا بتبيع جبنه قريش، وممكن تلاقي عندها كشك، وممكن تلاقي عندها بيض بلدي، وممكن تلاقي عندها كمان سمنه بلدي حسب المواسم، وتلاقي عندها العيش ده، وفي نوع تاني حسب لو هي مثلا محافظه الفيوم بتبيع عيش معين، لو محافظه البلوفيه بتبيع عيش معين، حسب هي جايه من اي محافظه او تابعه لاي منطقه، فبتجيب الخير اللي عندهم. بيبقى في كل انواع السوق او كل الاسواق اللي موجوده في حد من امهاتنا او ابهاتنا طبعا، لو كان في حد من الرجاله بيبيع، وده احسن حاجه تاخدها طلعه من الاخر كده من البيت. فالجبنه تلاقيها معموله في البيت، البيض البلدي طالع من البيت، الكشك الصعيدي اللي هو الكور اللي اهلنا بتحبه كتير جدا بتبيعه عندها. فده اولا من وجهه نظر انا اكتر حاجه، وخضره بقى حسب الخضره بقى اللي في البيع او حسب موسم الخضره اللي عندها في المنطقه اللي بتجيب منها حاجتها. فتلاقي الست دي قاعده معاها خير ربنا كله، كلمه خير خير. طب دي تختلف عن الراجل بتاع الخضار، اقول لك بكتير. طب يا شايف انت لو دخلت السوق تشتري منين؟ اقول لك اشتري منها، اولا ارفعها زي مامتي، ثانيا عندها حاجات مش عند اي حد بتاع خضار او عند حتى لو لبان. يعني انا لو دخلت عند اي لبان مش هتلاقي عنده القشطه دي، او هتلاقي عنده السمنه دي، او هتلاقي عنده الحاجات دي، مش هتلاقيها. الحاجات دي بتيجي بس مع الناس دول، بيشتغلوا من الساعه 5 الصبح 6 الصبح في اي سوق، يخلصوا على اخر النهار متشكرين، وكل واحد ليه زبونه. فالعيش ده هنجيبه دايما من الاماكن اللي بتتباع حاجات الفلاحي فيها او حاجات الصعيدي. طيب لو انا ما لقيتش العيش ده عامل ايه؟ اجيب العيش البلدي بتاعنا اهو عادي جدا، واقدر اقطعه مكعبات واحمصه، او لو اسيبه زي ما هو دخله الفرن كده كسره عادي جدا سهله، وممكن نجرب ونشوف حضراتكم من غير اي حاجه. هو لقمه عيش على الشبكه وسيبها براحتها خالص. طيب وبعد كده هنكسر ونظبط امورنا في موضوع الفته والبور. بص كده معايا المرقه عامله ازاي، تعالى كده معايا شوف الامور عامله ازاي. انا سايب الحل على فكره واضحه عشان نظبط امورنا ويبقى كل الامور واضحه. شايف المنظر عامل ازاي؟ ايه اللي انت عايز تقوله؟ عايز اقول لو العدس مش كويس او مش نظيف او الخضار اللي محطوط مش نظيف، اول حاجه هتبان عندنا على الريم ده، والريم ده هو عنوان الطبخه النظيفه والمظبوطه. لما نيجي مثلا نعمل مثلا بصاره ونلاقي الريم ده مخضر كده او لونه مش حلو، اول حاجه هتيجي على ذهن حضرتك انت مش عارفه ده ايه اصلا، او مش عارف ده ايه. انا اقول لحضراتكم الخضره مش نظيفه، الخضره اللي اتحطت مش نظيفه، فبالتالي لما نزلت مع مرقه او مع ميه وبدات تاخد غلاوتها غلوتها الغليان بتاعها يعني، وحلوه غلاوتها دي وهي غلوتها برضه ماشي،
وبعد كده بيطلع كل الحاجات اللي مش نظيفه دي بتطلع على الجوانب. فدي حاجه بتبقى نتيجه ان احنا ما نظفناش كويس الايه الخضره بتاعتنا. اي خضره بنغسلها وننظفها وننشفها بعد ما نصفيها، ما بهزرش والله، اي حاجه في الشغلانه بتاعتنا دي هي سهله، بس تعتمد على حاجه واحده، امانتك وانت بتطبخ الحاجه. مش بس انت تاكلها، انت كده هتاكلها او كده كده تعملها، انت كده هتاكلها، بس ممكن تكون احلى من كده انك تعملها وكانك اول مره تعملها او اول مره حضرتك تعمليها. يعني ايه؟ يعني لما باجي اعمل طبق فول او حبه عدس وكاني اول مره اعملهم، بعملهم كويس جدا، ولما اجي اعملهم بنظافه وحلاوه واقعد ابتكر واطلع ايه بالتاتش ايه وايه ريحه ايه فبجتهد عليه، فربنا بيكرمني اكتر. لكن هو يلا يلا ده سهل، المقصود ان اي لقمه لو ركزنا فيها وعملناها بس بحب وبلطافه تطلع احلى من 100,000 مطعم. هنا العدس بدا يستوي، بص كده يا فندم، ايه اللي عرفك العدس يستوي؟ خلاص بص المنظر بدا يطلع لي على وشي خلاص كده. اجيب عند الهاند بلندر، وهنا برضو عايز اتكلم على موضوع الهاند بلندر. انقي هاند بلندر يكون كويس زي ده، يكون القوه بتاعته قويه جدا، والهدف منه طبعا الامان. يعني ايه امان؟ امان ان انا ما بقاش الحاجه في وشي على طول. يعني زمان كان دايما كانش فيه هاند بلندر، كان دايما امهاتنا، ويا ما شفتها انا دي في حياتي، الخلاط، معلش نوضح بس ان الموضه دي ادمت يا شيف، والله ادمت، انا عايز اوضحها عشان في ناس كتير جدا بتتاذي من التفاصيل دي. فممكن ده مش موجود، الخلاط ده مش موجود عندي في البيت، تمام مش موجود. طب لو ده اللي عندي بس، هنا في عندي مشكله ان امهاتنا او في ناس كتير جدا مننا تحط الحاجه وراح قافل واحط على الخلاط واضرب الخلاط، ايه اللي بيحصل؟ بيضرب نصه ممكن ما يكملش، اجل قدر الله وانا بفتح يحصل حاجه. طيب ايه الحل؟ الحل عندي حاجه من حاجتين، اخد بالي لو الخلاط اللي عندي اكريليك زي كده ما احطش فيه حاجه سخنه، ان هيحصل ايه؟ السخونه اللي هتنزل على الخامه دي اولا هتخلي لون الشفاف ده راح للون تاني غمق من درجه الحراره اللي نزلت فيه، ثانيا وارد لو هو مش براند او ماركه كويسه ممكن تتكسر من حضرتك، خدوا بالكم من دي. طيب ولو هو ازاز برضه نفس القصه، اخد بالي من سخونه الحله او النار اللي نازله، الميه سخنه او المرقه على حاجه، يبقى انا اعمل ايه بقى؟ لو لا قدر الله خلاص بقى قفلت معايا، يبقى لازم ابرد الحاجه، ابرد الحاجه ما احطهاش على طول من النار للكب على طول، وارفع ده، شايف دي؟ دي في اي غلاط ارفعها خالص، واجي اروح اعمل كده قافل وابدا بس بعد ما يبرد واسيب دي مفتوحه يطلع البخار ويبدا يضرب بالراحه فما يتكتمش عليه، فلما اجي افتح ما يعورنيش او ما يلسعنيش، دي مهمه جدا. فمؤخرا الاختراع المهم او الجميل اللي هو بيمشي معايا تجنبا لكل التفاصيل دي كلها، الايه؟ الهاند بلندر اللي هو الخلاط اليدوي. والخلاط اليدوي ده ما بيتباعش لوحده، يعني ايه يا شيخ حال؟ لحظه بس احط بس المشترك، بسم الله بسم الله بس كده. والخلاط ده ما بيتباعش لوحده، يعني ايه ما بيتباعش لوحده؟ يعني هو بيبقى ليه ادوات ثانيه كتير جدا هوري حضراتكم انا قصدي ايه برضو، فده مش هيبقى اشتريه يعني اللي هو لوحده، لا معاه حاجته كلها، ادي الكبه دي مثلا تبقى معاه اهو، دي ادواته كلها اللي بيشتغل بيها كل يوم مع حضراتكم، ده كله تمام. وبتيجي دي اجي اعمل ايه بقى؟ بص كده يا فندم، اشغل دي كبه، ارفع دي، اشغل دي فوت بروسيسور او كبه كبيره، صح ولا لا؟ اهو كله شغال اهو، ده اللي فيه كهرباء اهو اهو، ده اللي فيه كهرباء اهو، اجي ارفع الكلام ده كله عندي ده اشتغل بيه هاند بلندر، في زيه كمان عندي مضرب، انا بس بحب اتكلم في التفاصيل والله، وابدا بسم الله. طب انا هشتغل بده اعمل ايه يا شيف؟ اول حاجه نيجي نشتغل بايه بقى كده، بص ايه، ما اعملش كده، شايف انا بعمل ايه؟ ما اضربش كده، ما هو البخار ده في وشي غلط، اوسع كده، بص كده يا فندم، بسم الله، بعيد عني اهو اهو كده بعيد عني، بص شغال ازاي اهو، كل حاجه هتبان قدام حضراتكم من التسويات مع درجه الحراره السخونيه اللي احنا عاملين بقى حاجتنا تغلي، فده هيسهل معايا الامور كلها. اه كله قدام حضراتكم وهو على النار، يعني انا ما ضفتش النار لسه، انا بضرب عشان لو في حاجه ما اتضربتش معايا في الخلاط اسيبها تكمل غليانها واقدر اسويها يعني كويس، وبعد كده برضو اضرب كويس حاجتي عشان لو مش عايز اصفي. اه بص كل ده لما يتضرب دلوقتي، العدس يبدا يتضرب مع الخضار مع حاجتي كلها، يبدا يعمل لي ايه؟ يبدا يتقل معايا، وابدا اخفف تاني، انا مجهز عندي ميه او مرقه اخفف تاني لو عايز. التخفيف هنا سهل،
والربط كل ما سيب عندي العدس على النار كتير او البصاره او كل ما يعني بالشكل ده هسيبه، كل ما هسيبه هيتقل. يتقل يعني ايه؟ يقصر. اللي هو كان لتر ميه بقى نص لتر، لتر الا ربع كده يعني كده اهو. وفي ناس بتحب تحط بطاطساي لو عايز اربطها قوي، لو انا لو المرقه كترت مني او زودت الميه بتاعتي، في ناس تحب تحط بطاطساي بتروح رابطه الكلام ده كله في نفس الموضوع برضه اهو. عشان البخار ما يجيش على وشي. بص انا واقف فين حته وادي الجهاز شغال والفرم شغال ده حضراتكم، مفيش اي حاجه خالص صعبه ان شاء الله. ايه اللي خلاه يضرب معايا بسرعه كده يا شيف؟ هل الجهاز ولا ايه؟ اقول لك لا مش الجهاز، اللي عمل كده معايا المرقه السخنه ان انا نزلتها على سخونيه التشويح بتاعت الخضار. شوف النهارده بشرح شرح مفصل جامد جدا القصه دي، ولسه عامل لها طشه حلوه ان شاء الله كمان شويه بعد ما اخلص حاجتي كلها. بص بقى مني اللي جاي، طبق ميتي نزلت فين؟ خدت بالك؟ مش كتير عشان ما تفتحش لون معايا. طب ليه ما حطهاش من الاول؟ مش عايز اطبخها، مش عايز احطها عندي كده متشوحه ومطبوخه وقشرها ينزل والتفاصيل دي، لا انا عايز احطها في الوقت المناسب وانا شغال. بس الطماطم مش تاخد مني كتير في التسويه، ده بالعكس هي كده هتبقى اسهل انها تتضرب بسرعه وهتخش في قلب الخليط فيبقى الموضوع زي ما احنا عايزين. بص اللون عامل ازاي؟ بص القوام عامل ازاي بقى؟ شوف القوام راح لفين؟ من ميه الى شايف يا فندم؟ ولسه بنكمل ضرب بس بحب اوضح. بص من ايه لايه؟ ما نزلش المغرفه تحت وانا شغال بالخلاط ده، لان يعني تحت في ميكسر شغال، ما ينفعش احط اي معلقه ولا اي شيء وانا شغال، انا بوري من على وش اهو. شايف الالوان طبيعيه، ما حطيناش اي حتى حبه ملح. كل حاجة واضحة والله، ما حطيت أي شيء، الجزر والعدس هو اللي مدي اللون الجميل ده. عايز بقى أنا أزود أطعم أجود أحط زعفران أحط كركم أحط كاري، كل ده بس لازم نقول، نقول والله يا جماعة إحنا زودنا كذا عشان كذا. بص طبطناها حتى ما بانتش. كده يكون معلش اسف جدا على الدوشه، بس حابب والله اوضح كل حاجه قدام حضراتكم بالتفاصيل كل حاجه. شايف الكلام عامل ازاي؟ شوف بص بص راح لفريق حتى قام، كل ما هسيبه بقى قدام عينيا يتقل براحته. شوف هو تقل خلاص كده، عمل اللي انا عايزه واتضرب وكل حاجه، ولكن لسه في كمان ضربه لو عايز ازود شويه، بس انا كده في مرحله لطيفه جدا. انا بقى من الناس اللي بحب الطماطم ما تبانش معايا، فعادي جدا ممكن اصفي في الاخر عشان قشر الطماطم ما تضربش، ما ينفعش اشربه في الشوربه، لازم اشربها كانها كريمه ما فيهاش حاجه خالص او اشربها بالشوربه. شايف المنظر عامل ازاي؟ بلانتد سوب، دي من اهم انواع الشوربه اللي في العالم كلها، الناس بتحبها جدا مش بس احنا في مصر. شوربه العدس دي مهمه جدا، ويمكن الفتره الاخيره ما بهزرش والله صدقوني يعني بقت اقوى طلبا
عن شوربة الكريمة بالفراخ أو شوربة الخضار، يعني دي لأن كلها خضار، كلها تفاصيل ليها علاقة بالخضار، فهي فايدتها عالية جدا جدا. ويمكن تمام يعني من أكثر انتشارا شوربة العدس، بخلاف طبعا في مصر أول الكلام، وعندك كل الدول اللي حوالينا سكان الخليج أو بلاد الشام كل ده كله شوربة العدس موجودة. ولكن لو هترجع بعيد شوية تستغرب إن الهند عندهم العدس ده زي عندنا الفول، مهم جدا. باكستان نفس الكلام بيسموه هناك كمان دال، يعني بيحطوه في حته تانية خالص، مش بس شوربه، بيطبخ هناك العدس زيه زي عندنا مثلا بيبقى الفول او الحمص، بيتغمس وبيتضرب كويس جدا في الخلاط وبيبقى سايس كده شويه، بيتعامل بعيش الشباطي بيتغمس، يعني مش كله بياكله بنفس الطريقه، ولكن المقصود اللي انا عايز اقوله انه موجود في كل المطابخ الحلوه اللي احنا بنحبها. طيب انا عندي فصل صغير جدا، هسيب الكلام ده ياخد غلوته، وبعد الفصل نرجع ان شاء الله نبدا نظبط الشوربه، نطلع منها شوربه في الشعريه ونطلع منها الفته ونشوف الكلام ان شاء الله، ولكن بعد الفصل. اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا من شويه بنتكلم على لوبه العيش، ببساطه عيش مصري بتاعنا هو ده الكلام. عايز اقول لكم ان العيش ده الاقرب الى قلبي، اي حاجه فول بقى عدس اي كان جبنه اي حاجه، العيش المحمص على الرف على الشبكه ده يعني سكه ثانيه خالص. طيب كنا بنتكلم معاكم من شويه على موضوع المواسير، اشغلتكم بيه انا عارف، بس عايز اوضح حاجه وافكركم بيه. ادي الكيس اللي كنت بتكلم عليها ده، خدت بالك يا فندم؟ دي مرقه الكوارع او مرقه المواسير اللي انا بشتغل بيها او اشتغلت بيها قبل كده، ولما فضلت قصتها على اكياس وحطها في الفريزر. اجي دلوقتي اشتغل، طبعا احنا بنشتغل معاكم على الهواء الساعه 2، اكيد مش هتطلعوا الساعه 2، ممكن تطلعوا من 9:30 الصبح، احنا بنيجي بدري، نطلع 9 الصبح مثلا 10 الصبح، يتساب لحد ما يحل براحته خالص، وابدا بعد كده احطه عندي في حله وابدا اشتغل بيه عادي جدا وكانه لسه طبخه دلوقتي. طيب احب بس اوضح، نشيله بقى في الفريزر عشان خاطر ايه نستخدمه مثلا في حله جايه او طبق جاي تاني. تمام تمام. طيب نبص على العدس. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. شايفين الملامح راحت لفين؟ الله، شايف الكلام؟ عدس، سلام على العدس، شايف الكلام؟ مش ولا كلمه في القمر وفي التفاصيل، ويخرج مع نفسه ويعيش حياته. طيب وعايز اعمل ايه؟ ماشي، كنت هعمله طشه دلوقتي بس قلت سيبها شويه. عندي هنا في حله زي ما عارفكم شايفينها، ركز معايا كده فيها بعد اذنك. هاخد فصين ثلاثه توب على القطاعه، ماشي الكلام؟ وهاخد قرنين فلفل حلوين زي دول، وهاخد حبه بتنجان زي دول، ركز معايا، بتنجان عروس لطيف جدا زي ما عارفكم شايفين، حلو؟ هجيب عندي ليمونه او نص ليمونه، ماشي الكلام؟ حلو، نغسل الليمونه على السريع واقول لكم هعمل ايه، خليها في الاواخر الليمونه مش دلوقتي عشان ما تمررش مني. حلو. طيب ايه بقى الحكايه؟ هنجيب الثوم ده، بص كده معايا، اعمل كده، خدت بالك؟ وانزل بيه على الميه اللي بتغلي دي، ركز معايا، حلو؟ وهجيب عندي، ركز معايا، حبة خل على التوم، أيوان، شم الريحة الحلوة بقى، تمام الكلام؟ والبتنجان العروس الصغنن الحلو بتاعنا البارد ده، بص المنظر، مفتوح بالنص كده، وانزل بيه على فين؟ على المية بخل بإيه؟ بالتوم، ماشي الكلام؟ كلام جميل لحد كده. الليمونة زي ما اتفقنا خليها في الآخر، هاخد نصاية، ماشي كده، خد دي كمان معاها، ممكن احمد دي اعمل عندي سنه ملح، ريحه الخل والليمون، ريحه الخل والثوم في الميه، تحس ان فيه شغل عالي قوي. وانا بقى بوجهه نظري متواضعه يعني، ممكن اجود في ايه يا شيف وانا بسلق البتنجان ده؟ اروح جايب عندي عود كرفس حلو كده يديني ريحه حلوه، نفس الطريقه دي على فكره، واخد بقى كمان القرش بتاعه كمان اللي هو الوش ده، وممكن كمان اخد عود شبت حلو
تمام؟ ليه بقى؟ ده هيديني ريحة عالية جدا وأنا بسلق البتنجان أو بعمل مية هخلل بيها الخيار المخلل. تفرق الحاجات دي تبقى مهم جدا. أغسلهم غسلة حلوة كده بس كده سريعة. نشف برضو حاجتنا، كل حاجة لازم نظبطها. بص الكرفس لازم أبص عليه من هنا، بص كده خدت بالك أنا فين؟ ايوه هنا بقى، ده لازم الكرفس كده. وراح اعمل حركه حلوه، لو انا عايز اطبخ واكله عايز اروح مقشر كده اهو. حلو كلام. واخد الحاجات الحلوه دي كلها كده وانزل بيها على الوش. بص ريحه هنا هتطير الدنيا خالص، هو ده المطلوب. وادي الليمونه زي ما هي وسيب الكلام ده شويه. قرن الفلفل ده لو حبينا نوديه معاهم ماشي، ما حبيناش برضه ماشي. طيب عندي هنا مكعبين ثلج، شايف يا فندم التلج ده لما اخلص السلقه الحلوه دي هروح نازل على التلج عشان احافظ على اللون. طيب نعمل ايه بقى تاني؟ تعال نخش بقى على الخلطه اللي عندنا، عشان عندنا خلطه حلوه للبتنجان اللطيف ده. هنجيب عندنا الكبه، بسم الله. تمام تمام. ايه بقى ممكن نعمل خلطه حلوه للبتنجان المخلل؟ بسم الله. ليمون، ثوم، فلفل حار، تمام. طماطم مش مستحبة قوي في النص في التخليل، خليني اخد فلفل حار اخضر ده وفلفل الاحمر ده مش حار قوي مع الثوم ومع الليمون. بسم الله. معاهم ايه يشغل الدنيا معايا؟ حبة خل، فنجان خل حلو كده، منها يتبل الامور ومنها كمان يخلي معايا السكينة تمشي بطبيعتها. وعليهم كمان حبة جزر مبشورين أو جزر عادي، بس أفضل يكون مبشور عشان يضرب معايا بسرعة. الخضرة خليها في الأول كده، تمام. ونجيب عندنا بسم الله زي ما كنا بنتكلم معاكم من شوية. بسم الله. معلقة ملح، آسف جدا على الإزعاج. نجيب حاجة بس كده نلم بيها الجوانب دي، أيوة، عشان مفيش حاجة تقع مننا كده ولا كده. نزل كل الحاجات دي عشان تاخد كمان ضربة في اللطافة. نلم كل الحروف دي تنزل. ريحة التوم فظيعة مع الخل. بسم الله. فيها ممكن حبه البقدونس دول او اسيبهم زي ما هم، ما عنديش مشاكل. شايف الخلطه عامله ازاي؟ وانزل بقى عندي بحبه خضره حلوين واروح قافل كده. واخر تقليبتين شكرا. هطلع الكلام ده كله وابدا احط بقى الزيت واظبط اي حاجه انا عايز احطها. شكرين. نجيب بولة فاضية، ننزل كل الكلام الحلو ده كله. دايما السكريبر اللي بتكلم عليه او المعلقة اللي بشتغل بيها دي تحافظ لك على حلة ما تخليهاش تتخربش، تحافظ لك على اكريليك زي كده انا شغال او بلاستيك ما يبقاش متكسر، بس ممنوع اقلب بيها على النار لان دي رابر، يعني رابر يعني كاوتش بلاستيك. فدرجة حرارة الحلة او الحرارة على الحلة يعني في النار سخنه جدا، فوارد لما اسيبها كده في الحله. بص كده معايا يا فندم، اهي دي مثلا في الحله ايه اللي بيحصل؟ في نار، وسايب التاتش ده ما هيسيح مني هنا، دي نار هتسيح دي، ما هو بالعقل هتسيح دي، ولما تسيح دي اللي هينزل منها ينزل في الاكل، ما ينفعش احطها في الحله. معلومه. حلو كلام، كلام جميل. وبعدين عصره ليمون في الفريش بقى هنا كمان سنه، ماشي الكلام. واروح اعمل ايه بقى تاني؟ مدلع بقى بهاراتي. ايه البهارات اللي ممكن تمشيها؟ بلدي، كزبره ناشفه وحبة الكمونة ومتشكرين. شطة ممكن ندي شنة شطة عشان نشطشطها شوية بس.
واقلب الكلام ده كله مع حبه زيت واقفل حاجتي. هادي كده، دي الخلطه بتاعت البتنجان البلدي البيتي، ما فيهوش اي افتكاسات كتير. شايف الملامح عامله ازاي؟ حلو الكلام، كلام جميل. تعال بقى نشوف احنا كنا بنتكلم في ايه عشان نقفل كل حاجه بقى. خلاص العدس خلصان، الله اكبر، شايف الملامح. يلا بينا بقى نشوف حكايتنا ايه مع العدس ونظبط. شايف هنا البتنجان، ريحه الكرفس والشبت والليمون عاملين شغل عالي جدا. اشوف اخباره ايه، بس نجيب منديل نروق المكان ونشوف حكايه ايه تسويته عامله ايه. وما ناخدش منه وقت كتير وخلاص، خلص هنقفله على طول. بس كده، ونجيب عندنا مقصوصه لطيفه نطلع بيها اللي احنا عايزين نطلعه. خلينا نبص على التسويات. خلاص شايف المنظر؟ خدت بالك؟ سيبها كمان دقيقه، سيبها شويه كمان، مش مستعجل عليها قوي، سيبها شويه بس ريحتها حلوه. ارجع تاني للشوربه الحلوه دي بقى، تعال نقفل ونشوف منها ايه اللي طالع فته وايه اللي طالع منها بالشعريه. خلاص كده احنا عملنا الاساس. عايز احضر قبل اي حاجه اجهز طشه. طشه هنا مهمه جدا، اهم حاجه في القصه دي كلها الطشه. بسم الله، طاسه، وخلي الطشه دايما تبقى في طاسه الومنيوم زي كده الخفيفه دي، اللي هي بسرعه تنجز مع حضرتك وقت من غير ما تاخد وقت في التفاصيل، عشان ما تحسش ان احنا نقعد ساعه عشان نعمل الطشه دي. لا، معلقه السمنه، حلو الكلام، عليها معلقه الثوم ني في ني، بص كده، معلقه الثوم، عليها معلقه الكزبره الناشفه بتاعتنا ني في ني برضه، كله ني في ني، خدت بالك؟ تاتش كزبره بحبها. ماشي الكلام، واسيبها عندي على جنب كده، نار هاديه لما تسيح واحده واحده، واقفل حاجتي واشتغل بيها. طيب خليني ارجع تاني الحله الحلوه دي اللي فيها الشعريه، فاكرها؟ زي ما هي، ارجعها تاني على النار وهسخنها سنه كمان عشان لما اقفل عليها حاجتي تبقى ايه؟ في تشوك. ايه اللي تشوك اللي قصدك؟ انا خدت اللون، بص المنظر عامل ازاي؟ مش عايز يبقى جولد قوي، انا مش هشربها واكلها عادي، انا عايز بس تبقى شعريه مظبوطه. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ والله تسخن بس وهقفلها، وهنا السمنه هتبدا تنهار واحده واحده. ولما تبدا تسيح واحده واحده هنكون احنا تمام كده، ايه؟ في شغلنا زي الفل. طيب اول ما احس ان خلاص ده شايف الالوان وتمام، ابدا اعمل ايه؟ ارفع، اصفي، اجيب عندي تلج، احافظ على حاجتي بالتلج. شايف الكلام؟ شكرا. وراح اعمل ايه؟ رايح مزود حبه ميه، اغطي بالتلج ده ميه وشكرا. اول ما يبرد احشيه على طول عادي جدا. بس لحد ما يبقى تمام التمام. حلو حلو. طيب الحله دي متشكرين طبعا، متشكرين. قرن الفلفل معانا هنا عشان ما نسقطوش، ده مهم جدا. تمام الحله دي، شكرا. نبدا نقفل حاجتنا واحده واحده، هنجيب حله ثانيه. الحمد لله ولا يهمك. تمام، الحله لطيفه دي نشغل عليها النار ونشوف احنا عايزين نروح على فين. اول ما احس ان دي خلاص خدت سخونيه لطيفه عشان تاخد الغليان بتاعها هتبقى جاهزه على طول. موضوع الطماطم المجففه دي اختراع لطيف، هيفرق معايا في التيست لو حبيت، ما حبيتش مش شاغلني، ممكن اضربها وممكن احطها عندي صغيره لو حبيت تبقى فيها طعم كده وانا باكل. لو حبيت ممكن اخد حته صغيره طبعا، مش حته كبيره، انا بس بحب اقول كل حاجه. هنا البتنجان ده شغال بعد ما برد وتمام التمام زي ما حضراتكم شايفين، بمنتهى البساطه هبدا احشيه بالتتبيله عندي بالمعلقه، ويطلع زي ما هو مع حبه الجرجير، حبه البصل الاخضر، الحاجات الحلوه اللي احنا بناكلها يعني، الحاجات دي مهمه جدا. العيش المقرمش هنعمل فتة كمان شويه بحركه بتبقى حلوه جدا ان شاء الله، ولكن نحب نوضح كل حاجه. طيب هنا ده سخن خلاص، اديها كمان دقيقتين على ما دي كمان تسخن ونشوف حاجاتنا. نجيب معلقه، بسم الله،
وادي الخلطه الحلوه بتاعتنا. بص كده البتنجان عامل ازاي، وسنه الزيت بتفرق. بص المنظر، شايف التسويه، وانزل عندي كده وراح ايه راجع تاني مطرحي، او اخد المعلقه وعلى كل واحده موجوده ابدا اعمل كده حشو سهل. اهم حاجه يتسلق بسنه خل، سنه الليمون، اديله سنه ملح لو حبيت، سنه زيت عشان يبقى معايا تمام ما يبقاش ناشف. و ناشف، لا مش قصدي ناشف، يبقى ملمع زي ما حضراتكم شايفين كده يعني اهو. بص هو هنا الفرق ايه، بص هنا حلو اهو تمام التمام بس مش ملمع، بص بهتان اللون يحلو من ايه سنه الزيت في الاخر. كده يكون تمام التمام. قال طبعا عايزين نزود، مش عايزين نزود، احنا كده عسل قوي. طب وبعدين يا شيف تاتش حاجه خضراء وسنه زيت على الوش، متشكرين شكرا. بس كده خد مني الاخيره، بحبها انا دي، شايف دي؟ ايوه عسله الليمون بتخلي برضو طعم بشكل تاني خالص. وده يطلع على طول طبعا مخلل. الطشه شغاله بسم الله معايا يا فندم، الطشه اهي حلو. طيب الشعريه اخبارها ايه، جاهزه؟ اه طبعا جاهزه. هتعمل ايه يا شيف الشعريه بقى؟ بص بقى اللي جاي مني بسم الله، شايف الشبكه دي الشنوار المصفه؟ بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر. ريحه العدس امر، بص ايه اللي صفيه. انا عايز اوضح حاجه، انا ممكن اسيبها على فكره خالص، هي حلاوتها بص عامله ازاي، مفيش حاجه اصلا بس احب اوضح. لو انا عايز اصفي طبقات اللي قلنا عليها اهي، بص يا فندم شايف الكلام، يبقى انا ايه ظبطت حاجه، لازم كل حاجه اوضح عليها حتى لو مش هعملها بس لازم اقول عليها تمام. وقاعد عندي بيت العدس، وهنا عندي دخل عليه بقيه الشعريه، ازود تاني بقى حبه عشان اظبط كمياتي، وده خلاص ياخد غلوتين ويتغرف على طول. حلو الكلام، كلام جميل. طيب هتعمل ايه تاني يا شيف؟ والله بقى موضوع فكره هي الطاسه دي بتعمل كده ليه؟ انت معايا ولا لا؟ شايفها بتجري ازاي؟ طيب خليني اعمل حاجه حلوه، موضوع الطماطم التشيري ده مش شرط تكون كميه كبيره، خلينا نجيب سكينه ناخد جزء صغير ونعمل زي ما احنا اتفقنا، حبينا طعمها زودنا، ما حبيناش يبقاش ما احنا ايه ما عملناش حاجه زياده على اللزوم. تمام؟ الطاسه السخنه شايفها؟ شايف الطشة شغالة على مهلها ازاي؟ مش متربعين عليها عشان ما تحرقش مني. بسم الله بسم الله بسم الله. انسى، خدت بالك؟ شوف دي الشوربة اللي ايه؟ قدام حضراتكم. اه سيبها تاخد غلوة وخلاص كده خلصانة دي. اهي. وريني بقى الطشة أخبارها إيه عشان نقفل الكلام الحلو ده كله، أنا عايز أشيل الحاجات دي كلها عشان تكمل وشكمش. كده الشوربه اللي بالشعريه السادر هعملها فكه، روق مكانها على ما اخد طشه ونقفل كله مره واحده ان شاء الله بدون مقاطعه في نفس الوقت ومفيش اي حاجه صعبه. نعم والله انا ما سامع حركه بتقول، انا اسف. اه اوكي كده سامع حركه انت. اه انا اول ما احس بس الطشه اقفل الطشه اطلع لكم فلوس ولا هتكتبوا دلوقتي مش صفيت وصل ولا بتهيألي؟ ها؟ طيب
طيب حالا الطشة بس ما ينفعش تتأخر، نعمل الطشة ونطلع على طول فاصل وكده نقفل لما نرجع بإذن الله. ده خلصان نرفع على جنب، وده خلصان نرفع على جنب، حلو الكلام. وده هنقفل بيه حالا معاكم الفتة، بس أنا يهمني أقفل بس الطشة الأول عشان إيه نظبط أمورنا. بس كده عسل. اتفضل. بسم الله. معايا يا فندم؟ شوف وهنا كمان حبه، خدت بالك؟ واجي في الاخر راح اعمل ايه؟ راح اعمل الحركه دي. يلا يا باشا اطلع فصل واجي بعد فصل ان شاء الله. اتفضل. بسم الله. مرة تانية مع أحلى أكلة وأحلى عدس النهاردة. العدس النهاردة بينادي حضراتكم، يمكن أنا بحب دايما يعني نسبق الأحداث الأيام اللي جاية إن شاء الله، يعني خلاص الشتاء داخل علينا وهنعمل عدس تاني وتالت إن شاء الله، ولكن أنا دايما بحب أكون من أوائل الناس يعني أفكر حضراتكم بالحاجات الحلوة. النهاردة حلقة عدس، أتمنى تكون يعني عجبت حضراتكم. والموضوع بسيط جدا، هي حلة واحدة نطلع منها زي ما حضراتكم شفتوا حبة شوربة، حبة بالشعرية، نعمل حبة فتة على مزاج. انا بحب فتة العدس جدا، يعني انا ما اعرفش، انا بحب هتلاقيها دايما بتكلم على اكلات غريبه كده بعشقها، ومش لوحدي على فكره، وكل الشباب وكل جيلي وكل الناس كلها، كل المصريين بتحب اكلها جدا. في الفتره الاخيره طبعا في تطورات كتير جدا في انواع كتير في الاكل، بس والله لو عملنا، لو انا حتى بنفسي طورت مهما نتطور وسافرنا ورحنا وجبنا، لازم نرجع لاصولنا واساسنا، الاكل بتاعنا، الاكل ده اتربينا عليه، اللي كل واحد فينا بيشم ريحته في حته يفتكر ذكرياته وهو صغير، كل واحد فينا يفتكر هو كان بياكله هو مين وهو صغير، انا واخواتي انا وجيراني انا واصحابي. الحاجات دي احنا مش بالسهل ينفع ننساها. المثل بيقول لك يعني فات قديم تاه في الاكل بالذات، في اي حاجه اوعى تنسى الاصول بتاعتنا، حبه الرز بالشعريه بتوعنا، العدس، كل اكلنا حلو، بس ما ينفعش ننساه. لو نسيناه احنا كمان هننسيه عيالنا، والعيال هتطلع بعد كده مش عارفه حاجه، مش فاكره حاجه، وما يعرفش يعني ايه ده، وما اكلتوش قبل كده، واصل بابا ما بيحبوش، اصل ماما ما جابتهوش. فلازم نركز في الحاجات دي قوي. طيب عايز اعمل ايه؟ عايز اقفل بقى الفته لقمه عيش مشتركه ما بين الصغير اللي احنا حمصناه، فاكر ده؟ فاكره اللقمه دي؟ بص بقى الكلام، بسم الله. الله، شايف الكلام بقى؟ نجيب شقة حلوة من المقرمشة دي، شايف المنظر؟ ولا أقول لك خلي دي للتغميس، خليها ناخد دي. بسم الله، ناخد واحدة واحدة كده، نكسر بالراحة عشان مش حاجة تطلع بره. شوف دي طريقة عشوائية، احنا ممكن نقطعه زي بتاع الفتة عادي جدا اللي هو بنقطع مكعبات لو حبينا، بس أنا حبيت برضه نكسر الروتين شوية، ما يبقاش كله يعني بالمقص وكله، بس يعني الحاجات دي تربينا عليها كده، كانش فيه مقص ساعتها ولا كان فيه حط مش عارف مين وايه، لا خالص. ناخد نص واحده كمان، تمام. لا انتوا بتضحكوا عليها عشان تاخدوا طبق شوربه صح؟ عاجبكم الحل العدس النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شايف الكلام؟ شايف القوام؟ الله اكبر، الهنا والشفا. نهايه الكلام ده كله ايه بقى؟ عصره الليمون قبل اي حاجه في الحكايه دي بالذات، ونجيب الجماعه دول يقعدوا معانا كده هنا ايه في قلب الطاجن، لان دول مهمين جدا. البصل الاخضر ده مهم جدا جدا، لازم يكون معانا هو والليمونه. وبالهنا والشفا لحضراتكم، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم بمنتهى البساطه. والله النهارده حلقه عدس، بالهنا والشفا لحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.